كورنا هذا أخرس حزب هذا أخرس جزء هذا أخرس اللب جزء هذا أخرس كبلان يكيا حرف والبا طبعاً أجرك وصار ما إنك قيامه اللوغو باهي بدنيا هي حسناتك هي أجردها ما إنك أصدق بتبادل دونتا ما إنك أصدق فرح دونتا إلهي سبحانه وتعالى مركز هر استأكته أعماش هذا ميزان لصاره قف والبمانك أصبح تمنينا يا إن ميزان كيس عصلا قف والبروح جعل لسنا يا إن حسنات كيس بطان إذا حسنات كأو ما لها يكون بدن كرام ولي بس سهلا وكتاب إلهي سبحانه وتعالى أو أن آخرنا إخواني في الله الله سبحانه وتعالى وحنو نعمي نعموي آدي آد أبلارا نعموي كاسماءها كبا أن كوب كرنو إلهي سبحانه وتعالى وحليه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها نعموين كإلهي هدات رسان مكو بيسان نعموين كالله ونوغو نعميه كبوض أقوى وين وحا كمدا إنو النبي محمد نوصو ديري صلى الله عليه وسلم وحا كرو كمدا إنو الله سبحانه وتعالى أمداني وغسو دجيي كتبتي سا كتابك أقو فضلق بضان كتابك أقو وين كتابك أغو شامل سن أو أغو كامل سن أو كتابك قرآنك وأعظم كتاب أنزله الله وكتابك أغو وينا أي الله سبحانه وتعالى أمد أسود الجيو أغو نفضل بدناوي سيدا درته ضدك مسلمين تأه وحال لقودبون وآدي آد مهيم وآه إني الدنيان كتابك إلهي سبحانه وتعالى دنينت كتابك الله الله الدنيو دور نوع يسوي جهتا قراءة هي أخرنت قرآن كأولا دنيو حفظ قرآن كريم كأولا دنيو لقد داره إن لا حفظيو ضدك واوين هي ضدك يرير هي درجة والبرق يدو مربا إن لقد داره حفظ كتاب الله وحاد دنينت كم ذا وحي إلهي قرآن كان أسود دجيي أو صوت أسود دجيي أو العمل بالقرآن قرآن كإن لقد رغمه أو لو عمل فرو وحاكم إذا دنينت اللو باهي قرآن كإن لدنيه مركي اللو آخرين إن لو تدبره الله سبحانه وتعالى قرآن كموحي أسود جي إن لو تدبره ليدبروا آياته سي آياتك الله سبحانه وتعالى لو تدبران تدبرك معنيه سوحا ويوا أفير سئي وكفكر قف كان وحو أفير سنكرا وكفكر كرا مركو معنيه سيقان تانا وحي دلبنيسا كتاب إلهي سبحانه وتعالى تفسير كيسا إن لبرته أو لدنيه ولا ليال حفظ قرآنك آدي آد أي مهم إياه نبي صلى الله عليه وسلم وقرآنك كي إلهي كسو الدجية ورسولك عليه الصلاة والسلام قرآنك هو حفظ السنة وأنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم قرآنك إن لحفظه رسولك هو حفظ السنة وأنا مراجع إنجر قرآنك قرآنك هذه الله حفظيه والنعمة هذه أدوي قفك قرآن حفظية أهل ماما وحو النبي وقشه عليه الصلاة والسلام إن يتهي نعمة أكو كفرية إن يتهي نعمة إلهي سيي أي قفك أكو كفرية وهي قرآنك وإنت الله حفظي الله الماما أهل العلم يقار كمدا وحي إجماع كصهرين قفك قرآنك حفظية كذبنا أصلاً لهين عذر دار لو قل عذر داره هلماما إنه كجر الدنب وين إنه كجر غفقاس والدنب وين كتابك إلهي إنت الله حفظيه هذا الله ضيعه صوماليه إنت بضن يرانت قرآنك وكو حفظينا والدين تويكو لده دالا عرورتا لكن مرك الله سوكره والله اللومية إنت بضن الدنيا اللوغة مشغولة قناعسي تجارة اللوغة مشغولة مادي إيه وحيابها الله متكبر الشدو ذا اللوغة مشغولة تا وحي كانت كتاب القرآن كحفظيس إلا ضيعه أرنتها سنوى الدنبي سيدا القرآن كمركة هداد حفظيس كو إلا لنكرتا نبي قانو الشيخ صلى الله عليه وسلم تعاهدوا هذا القرآن وقرآن كان كورقبوا إلا لي محالوا إلا لي أخرين بالوا إلا لي مراجعة لوا إلا لي أخرس كيس إلا بضيه إلا مراجعيه إلا إسكود لغيسته إلا الصبعيه إنت بقرآن كوالوا إلا لي قرآن كنا وحو النبي ونوشه صلى الله عليه وسلم إن الهلمام كيسو دقدقيه لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها وكدرن يهبو يرقيل دبران أما لحيري فكشديس قرآن كافا كشبضا مركز سيدو سنكا يفكا أو آذن أهلمام
كورقه قرانك او اخر ان بدن قرانك ولاليا حفظي ليس فضائل فربضان ايا كسو ارورت فضائش حفظ القران اوليا وحا كميدا قفك قرانك حفظيا وحي يرادان علمادو الهي نارتو كبدباليا قفك حافظ القرانك الهي نارتو كبدباليا محايا للنبي صلى الله عليه وسلم وحا كسوا انو يري لو جمع القران في ايهاب لما احرقه الله بالنار هدي قرانك لو قري لها حرق حرق دشي هدي قرانك لو ودو قري لها الى هي حرقاس النار كما غوبين marka qof la quraan xifdisan macnaha ilaahay naar ku gubi maayo qalbi quraan xifdiyay ilaahay subhanahu wa ta'ala adab maayo asbaabaha adabka alla looga badbaado waxa kamida xifdul quraan quraanka la xifdiyo walaalayaal fadaaishiisa waxa kamida darajaat ka fil janna in meel sare ilaahay u jannada ka dajinayo qofka xafidul quraanka nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri maalinta qiyaamo qofka xafidka ah waxa lagu leeyahay iqra akhri quraanka وارقى كر درجاتك جنة كر وكر ورتل كما كنت ترتل في الدنيا قرآنك أخرس كي سنة كلا دقدق سيدا مركز الدنيا دجوكتي الأكرا دقدق جرت فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها بوسك جنة آت كدقيسو آية دقوه دم بيساد أكته دوي معناها ما يشو قرآنك كاقا قوه أي منزلة دالوتا هذه مركز قرآنك دم آت حفظ سنتهي معناها هذا منزلة سرى جنة كدقيساوه ميل سرى إلهي سبحانه وتعالى أو دجين يا قفك حافظ القرآن كا قفك حافظ القرآن كا وحوم مدنيه إلا وينيه شرع الدحيس نبي عليه الصلاة والسلام وحولية إن من إجلال الله إكرام ذي شيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي إلهي سبحانه وتعالى وينين تيسوها كمدا dadka waaweyn oo la ixtiraamo oo la karaameeyo iyo dadka quraanka xifdisan ama qofka quraanka xifdisan oo la karaameeyo marka qofka quraanka xifdisan waa qof qadarin iyo karaamo iyo weynayn mudan weey maxay yeelay ilaahay weynayntiisa bay kamid tahay sawtuna waxa way wax u ximbaarsan yahay dadka wax kale uga ma duwana laakiin waxa uu ximbaarsan yahay ayaa weyn oo ah kitaabka ilaahay subhanahu wa ta'ala قرآنك كريمك ولا ليال حفظي ويسئي برشديسو الدنيا آخربا قفك وعوك هليا رفعا يا سرين نبي صلى الله عليه وسلم وحويه إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين إلهي سبحانه وتعالى كتاب كان سببتي ضدك قار كرب أبقاضي كوكا لنا قرآنك سببتي بوهوس وغلقودي قفك حافظ القرآن كأه وحا أشفيع يا قرآن كما لنت قيامه نبي صلى الله عليه وسلم وحو ليه اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه والقرآن كأخريا قرآن كما لنت قيامه وإيمانيا أسيغو أرقيني أو أشفيع يا قفك صاحبك صاحب القرآن وقفك القرآن كحفظ أما أخريا كعمل فره كرقما ذاتك قرآن كيقانه حفظية كعمل فره وأهل الله وخاصته وأهلك إلهي وضد إلهي لقار نعضي سبحانه وتعالى وأدوما دي سكر وكشر فيوي رسولك صلى الله عليه وسلم وحليه إن لله أهلين من الناس إلهي سبحانه وتعالى وحليه كوب أهل وأبو ضدك تحديس كلية صحابة وحيرا من هم يا رسول الله يا وايدتك رسولك إلهي مركز أهل القرآن هم أهل الله وخاصته ذاتك قرآن كأهل كواء وذاتك قرآن كيقانة كعمل فلا كرون شيغو حمبارسا وأهل الله وخاصته وأهل كإلهي أدو مضى على كوة إلهي أدوي وأنا كوة إلهي لقاري لهي إلهي الله خاص نعضي إلهي سبحانه وتعالى وسيقوني أكرامين وشرف يوم ولا ليا قرآن كريم كأهو الله برتو الدنيا يوحى سهران ونواك خير بدنيا الدنيا دان آن كن نول نهي إيا وحا كسوغان وردن وحا كخير بدن قرآن كريم كا رسولك عليه الصلاة والسلام صحابة وحو أكينة تصالو أي وحكو فهميا سؤال بويدي وحو يري يا جعل صباح والبئن وكالله أو أكالله ماشا ليرا بطحان وميل مقعين أو العقيل لبا ميلو أتلمامي لبا ميلو يا جعل متكمي دا إنو صباح دي أكالله
أو كسو قاتو لبها لود أو كرسي واوين لبن نيفو قيل لبها أو كرسي واوين يا جعلينو هالكا كسو هيرو صباح والبواك الله يا لبن نيفو قيل وصوك حيساني يا جعل بو صحابة وحي كجوابين واجعلنا لما أنت واجعلنا رسول إلهي قف والبون نغمي دوار ربا هدو هلل نبي قم يشو أصعد ماها نبرك عليه الصلاة والسلام الدنيا ما لكن أيقو كفهن سيني وعوكوين هذا أحد كين مو صباح ذيك الله مساجدك أو صابر طلبة آيات هذا القرآن ككم إذا وحي أخر بنته الله بحلاط سدح آيات هذا القرآن ككم إذا صابرته وحي أخر بنته سدح حلاط أفر آيات هذا القرآن ككم إذا هو برته وحي أخر بنته أفر حلاط ومن أعدادهن من الإبل تصالها مركب وحي دهان علماء مركب النبي صلى الله عليه وسلم وحد الدنيا كم إذا وحنا وقت صالينا كدبنا أولي هاي الدين كي أما خير كي وناجي الدنيا داس وك خير بديه أننا وحنا الوفا همسين ياه الدنيا لنا كخير بدن تام قرآن كريم كهل آية ذا كم ذا أي كأي خير بدن الدنيا ذا إلهي أنت سبحانه وتعالى هدي مركب دقالو هي جناعسي مال الدنيا لجه هلا ينورش يا رب إسكدا الصبح إن لك الله هو لورد المنيا ما مساجد إلهي لورد المضو أما الله كله سق قرآنك وحكا من الله برد لبا آيضات سدح آيضات أفر آيضات انت أوليكت إن أنت صباح ذي قرآنك دكسيك أوك الله هذا أما مساجدك أوك الله هذا أصابرته وحكا خير بضانته الدنيا ذا أدرادين السلطان أيكا خير بضانته مركب ولا ليال إلهي سبحانه وتعالى نعمة ونسيي أنك فائدي سنو كتاب ذي قرآنك مساجد دوبينه أيضا لضبعاد ونأسان لضبعي مسجد والبا مصاحفات الله قري والبنا وحال لجهلا يا مصاحف قرآنك الكريم كا إن أن موجان مرك أخرنتي قرآنك الله جي يا بعدي ما ركتي قاركن بشي بإن اسم قرآن بفير أما الله ببلاد كتاب قرآن آذن كلا فورين وجو وجابس آدي آدوي قرآنك أخرس كيس آم بدين سيد النبي بنوير عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن قرآنك أخريا قرآنك إن الأخرس حلك حرف القرآن ككم إذا هذا أخرسه تمن أجرت كل هذا تمن أجرت كل هذا هل كحرف مركات راضو ألف لام ميم مركات راضو سد حرف ككوب أنتهى صد أجروا ألف لام ميم أنتهى تلا هذا هاي إم سيق هذا نساء ووقت أذويا والبرقسية واي ألف لام ميم مركات راضو صد أجر البوقرية كورنا هذا الأخرس حزب هذا الأخرس جزء هذا الأخرس اللب جزء هذا الأخر سكبلاً يكير حرف والبا تمن أجر قصار ما لك قيامه اللوج باهي بدن يهي حسناتك هي أجر ذا ما لك أسد كبد بادي دونتا ما لك أسد كفر حد دونتا إلهي سبحانه وتعالى مركز هر استأكتو أعماش هذا ميزان لساره قف والبا ما لك أسد تمنين يا إن ميزان كيس عصلا قف والبا روح جعل سنة يا إن حسنات كيس بطان إذن حسناتك وما لها يكب بدن كرام ولي بس سهلا وكتابك إلهي سبحانه وتعالى وآن أخرنه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وصلى الله على نبينا محمد.